السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض هنفرز مع بعض الكبيبة الشامي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. هنقول مع بعض الطريقة. اول حاجة انا عندي هنا نص كيلو من البرغل، برغل يكون نوع كويس. انا جبت برغل الضحى علشان ما بيبقاش فيه رمل وبيبقى لونه اصفر كده وجميل. هغسله كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وبحط عليه حوالي نص كوباية من المية وبسيبه لما يتشرب كل المية. وبعدين دلوقتي بقى هعمل اللحمة المفرومة اللي هحشي بيها الكبيبة. هجيب كده طاسة واحط فيها بصلتين كده كبار مفرومين، واحط عليهم فلفل اسود لحد لما يدبلوا بالشكل ده. بعد ما بيتبلوا بالشكل ده بنزل عليهم باللحمة بتاعتي، واللحمة بيكون فيها حوالي 15% من الدهون زي ما احنا شايفين كده، وبفضل اقلب فيها لحد لما تفك خالص وتختلط بالبصل بالشكل ده. وبعدين بقى بحط عليها البهارات بتاعتي. عندي هنا 7 بهارات، وعندي ملح وفلفل، وعندي توم باودر، وطبعا قرفة، وعندي يعني كل التوابل اللي انت حباها. اهم حاجة تحط ال7 بهارات، وعندي حبهان مطحون، وعندي بصل باودر وتوم باودر، وكمان معلقة بابريكا. هفضل اقلب كده في الحاجات لحد لما تستوي بالشكل ده. ودلوقتي جبت البرغل زي ما انتوا شايفين كده حجمه تضاعف، هحط عليه بصلتين كبار كده بالشكل ده، وهحط عليه نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهحط عليه نفس التوابل اللي انا حطيتها على اللحمة المفرومة بالظبط، وهتبله كمان بالملح والفلفل ونفس التوابل بالظبط. اللحمة تكون حمراء ما تكونش فيها دهون علشان ما تفكش منك. وهفضل افرمها حوالي 3-4 مرات لحد لما تبقى ناعمة بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنجيب طبق كده وفيه مكعبات من التلج، هنبل ايدينا وهنعمل الكبيرة بالشكل ده، بدورها بكورها كده بالشكل ده، وببتدي اعمل بصباعي الكبير كده فتحة فيها زي ما انتوا شايفين، فتحة مناسبة كده. وبحط فيها بقى معلقة من اللحمة المفرومة بتاعتي، كمان اللي حابب يحط فيها مكسرات طبعا ده اختياري، وبقفلها بالشكل ده واظبطها بقى كده علشان اعمل اللي هي البوزة بتاعتها كده بالشكل ده. ولو فيها اي حتة متشققة ببل ايدي مية وبعدين بسويها بالشكل ده، وبحطها في الطبق زي ما انتوا شايفين. هوريكم واحدة تانية. بفتح فتحة كده بصباعي الكبير كده زي ما انتوا شايفين، وبحط بقى فيها اللحمة المفرومة، وبروح قفلاها بالشكل ده. هتبقى شكلها جميل كده. طبعا بحاول اعمل كل الحبات الكبيبة قد بعضها على قد ما بقدر، وبسويها بالشكل ده. وبعدين بقى بعد ما بخلص الكمية اللي عندي بغطيها بكيس ستريتش وبحطها في الفريزر، ولما اجي اقليها بطلعها قبلها كده بشوية ما تكونش فكة خالص، وبعدين بحطها في زيت غزير، وبتبقى جميلة جدا تنفعكم ان شاء الله في العيد الكبير. يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.